اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده كسكسي بالديك الرومي. ده تبذير يا شيف؟ لا ولا حاجه، عندنا ديك رومي في الثلاجه وانا عايزك تعملي عمليه رقابه على الثلاجه. الرقابه جوه بيتنا، يعني ايه يا شيف؟ ثلاجه فيها خضار، فيها لحمه، فيها فراخ، فيها شويه سمك، شويه جمبري. ابداي طلعي الحاجات دي كلها وهيكليها من جديد، اعاده هيكله يعني جوه بيتك. يعني معانا الورك الديك الرومي، اكلناه قبل كده محشي، اكلناه قبل كده صينيه بالخضار. هنعمله النهارده كسكسي مع تشكيله من الخضار مع الديك الرومي ده، ونشوف الطعم بتاع الخضار الجميل، وخاصه لو في قرع عسلي من خير ارضنا. احنا عندنا القرع العسلي هنا على الطريق الزراعي والصحراوي، بجد العالم بيحسدنا عليه. القرعيه دي كده بتعمل لها 5 6 جنيه 10 جنيه، فيها كل العناصر الغذائيه. معانا كمان النهارده فلفله محشيه، هنحشيها رز مع لحمه على طريقتي الخاصه، ونشوف ازاي جوزك نفسه في المحشي اكله محشي بطريقه حديثه. مش لازم اقعد اعمل له حله كرنب وحله ورق عنب واقعد اشتغل فيها طول النهار وفي الاخر يا تسلم ايدك يا ما تسلمش ايدك. لا، هنعمل محشي النهارده الفلفل الملونه مع اللحمه والرز بطريقه جميله ولطيفه هتعجبه ان شاء الله. العكل ده بتاعنا العدل بتاعه للامانه عايز عصير فريش. احنا عندنا المانجا في السوق مغرقه السوق، والمانجا المصريه بتاعتنا مفيش زيها في العالم، وخاصة المانجا العويس الحلوة والمانجا الملحمة اللي ما فيهاش شعر. هناخدها ونعملها النهارده السموزي مع الايس كريم فانيليا. قلب الصغير لا يتحمل. مش عايز اطول حضراتكم لان عدى تفاصيل كتير ومعلومة غير معلومة، والاكل النهارده له مذاق تاني وطعم تاني، لانه طبعا احنا اتفقنا يوم الثلاث من كل اسبوع بنروح كل الدول العربية ونجيب منها اشهر الاكلات. فاحنا النهارده بنوجه تحية كبيرة لاخواننا في تونس والجزائر والمغرب من ارض مصر ومن الدنيا، وبنعمل الكسكسي بالديك الرومي. استاذ رحاب، نشوف مقادير سموز المانجا من خير ارضنا العويس الحلوه، هنعملها ازاي مع ايس كريم فانيليا مع بعض في قلب الخلاط، ونطفي النار بتاعتنا عشان فاتوره الكهرباء ما تجيش عاليه. اهي حاضر، اهي اهي يا فندم، اهي الله عليك، اهي مانجا تلج ايس كريم فانيليا بس خلاص. السلطه الحلوه هنا جنب الكسكسي ومقادير السموزي على الشاشة، بسيطة وسهلة. بس السفرة دي عدلها عصير، ممكن نحط عصير كيوي ماشي، لا عصير موز ما ينفعش. عصير موز ده الصباح إن شاء الله كده مع كوباية حليب وحبتين عين جمل ولا حبتين لوز، طول النهار جوزك هيدعيلك أو ابنك، لأن كده أوميجا 3 مع اللوز أو مع المكسرات، الحليب كالسيوم ومعادن، الموز نفس الطريقة، قيمة غذائية عالية جدا، فأعتقد دي وجبة فطار حلوة قوي. اما اكل زي ده كده مفروض بعد ما ناكل كوبايه عصير مانجا حلوه زي الفل. طيب تعالوا مع بعض نعمل السموزي بتاعنا. عجبنه ما تسيح، شفنا المقادير على الشاشه. تشتغل في اكل يا شيف لازم تستعد للعصير. هتقطع بطيخه يا شيف لازم تستعد ليها، تغير الكلافز السكينه تغسلها، البلانشه لو هتقطع عليها تغيرها وهكذا. وايه المشكله لما تخلي بلانشه للفواكه او للعصاير لوحديها، او تخلي برده سكينه لنفس الموضوع، تقومي كده تسلمي مبيبقاش فيه اي حاجه، لان الفواكه وخاصه البطيخ منها والمانجا بتكرف من اي حاجه، بصل او توم. حلو، هنجيب الخلاط، اللهم صل على النبي. والخلاط خلي بالك حذاري تكوني ضاربه فيه توم ولا بصل، هنا بوظت الدنيا كلها، خلي بالك. ما ينفعش في الخلاط بتاع العصير ايا كان تقولي هغسله بقى مش هغسله، ضربتي فيه توم او بصل على طول بتكرف الريحه. كده السلك مش ظاهر معانا، دايما المخرج يقول لي ما تبينش السلك. عينيا حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. العب. طيب معانا مانجا. مانجا بتتكلم مصري؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ اكلك منين يا مانجا؟ اي 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 اوبا اه اه الله ملحمه. دايما تختاري المانجا اللي ما فيهاش شعر في العصاير بتاعتك. الله على الريحه، ريحه الارض الطيبه مصر والله فيها. بصوا يا اخوانا انا سافرت العالم كله، ودايما لما تيجي سيره المانجا والبصل الاخضر والبصل بتاعنا اقول الكلام ده، والجرجير، ما فيش في بقعه من الارض لا طعم بصل بتاعنا ولا المانجا بتاعتنا ولا الجرجير. دي الحاجات اللي تخصني في المطبخ، دي غير حاجات كتيره، بس انا بقول ليه؟ علشان انا كان شغلي كله في حدود النطاق بتاعي. حلو الكلام؟ هاخد ورقتين نعناع اخضر كده حلوين. اه مت
احنا بنستسهل بالحاجات دي، خلي بالكم. فرقتين نعناع اخضر ليه يا شيف؟ تكسر طعم المانجا شويه مع ايس كريم الفانيليا، انا بحب كده. انت مش بتحب كده ما تحطيش يعني، بتاعتك. الايس كريم صح معانا، الجو حر، حطه هنا كده. يا ويلي فانيليا، طعم الفانيليا حلو يعني. لو حطينا كلامك مظبوط يعني، لو حطينا ايس كريم مانجا، طب فين الطعم هنا؟ شفت بقى المخرج بيقول ايه؟ ينفع ايس كريم مانجا؟ ايس كريم مانجا على مانجا هيدينا ايه؟ مانجا تلج في قلب الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا. بس خلاص، بس بعتذر عن صوت الخلاط. طعم المانجا وشكل المانجا موجود، الايس كريم ما اثرش على لون المانجا. شيل الخلاط ده من هنا، اللهم صل على النبي، بسم الله، ونصب العصير بتاعنا. انا احب بقى من الناس بعمل عصير ليموناتا، بعمل عصير ليمون، بعمل عصير مانجا، امسك الكوبايه بايد الشمال والدرع اللي فيه العصير، بحس بالمتعه، ما بحبهاش على الترابيزه يعني، خلي بالك. ايه الجمال ده؟ ايه القوام ده؟ ايه القوام ده؟ طعم المانجا، وانا من عشاق عصير المانجا، لما اشوف المانجا قدام عينيا نازله كتل كتل كتل. خلص الكلام، الف انا وشفا. كمان واحده. جربيه. احنا هنروح من بعض فين؟ ايس كريم فانيليا ومانجا وتلج وورقه نعناع خضراء. انت شايفها يا عم الحاج؟ بيقول لي النعناع الاخضر مش هيغير، انت شايف في نعناع هنا خالص؟ التفاصيل جوه بقى، تدوق وتتعرف بقى. ايس كريم المانجا بالايس كريم بالفانيليا بالنعناع الاخضر، ده موضوع كبير. كمان الكاسه دي هطلع دلوقتي المحشي من الفرن واغرفه. حاضر، عيني طولت عليكم معلش، لسه ما خلصتش التفاصيل لسه. اللهم صل على النبي. دايما انا بحب بقى التركية كده، مشاهدي دايما تيجي كل يوم تجيب لي حزمتين نعناع اخضر. اللي هي الايه؟ برزنتيشن يعني، من الاخر. باخد الايه؟ الزهره بتاعت النعناع كده واحطها كده. انت اعملي زيي. شفت الموضوع هنا مختلف، في تفاصيل هنا. بنشوف الصور دي كتالوج كده، بنقف جنبها ونتفرج. خلي بالك. موضوع لطيف خالص، دي ما تتقلبش، تتحط كده. زي الفل. تمام. تعالوا مع بعض نغرف المحشي بتاعنا بسرعة. حلقتنا النهاردة فيها تفاصيل كتيرة ومعلومة غير معلومة، وكمان رحنا المطابخ العالمية، جبنا منها أكلة مشهورة اللي هي الكسكسي بلحم العلوش أو بالدجاج أو باللحم أو بالديك الرومي، عملناه بخفة دم مصرية وبطعم مصري، عملنا كمان عصير المانجا اللي بتتكلم مصري، وما ننساش المحشي المكسيكي بطعم مصري. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.
الكوميدي.